خلينا نروح لزميلنا العزيز خميس ويكمل هو أيضا من جانبه من فلسطين العزيزة. طبعا شافكي، عبارات مؤلمة للكاتب والمربي والباحث خليل سكاكيني التي قال فيها الوداع: يا دارنا، يا دار الأمة، يا ملتقى أقطاب السياسة ورجال الصحافة وكبار الخطباء والفنانين من مصر ولبنان وسوريا والعراق. الوداع يا مكتبتي، يا دار الحكمة، يا رواق الفلسفة، يا معهد العلم، يا ندوة الأدب. الوداع يا كتب النفيسة القيمة المختارة. تلك العبارات التي تعبر عن حالة الألم والحزن الكبيرين قيلت بعد سرقة العصابات الصهيونية للمكتبات العامة والخاصة الفلسطينية بعد موجات التهجير القسرية عام 48. سرقة الممتلكات الروحية لا تختلف عن سرقة الأرض وثرواتها التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، إلا أن الاحتلال لم ينجح في سرقة إرادة الفلسطيني الذي ظل يقاوم هذا المحتل بكل الوسائل والطرق ومنها الإنتاجات الأدبية. إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية تمت بمرسوم من السيد الرئيس أبو مازن، ويعتبر هذا من أكبر المشاريع الوطنية والثقافية في فلسطين، لأن هذه المؤسسة والمكتبة الوطنية هي تعتبر المخزن للموروث الثقافي الفلسطيني التاريخي عبر كل الأزمنة وعبر كل العصور. مهمتها حفظ الذاكرة والرواية والتاريخ والوجود الفلسطيني، جمع المخطوطات والوثائق وكل ما كتب عن فلسطين سواء كان مكتوبا أو مرئيا أو مسموعا، وحفظه في المكتبة وتصنيفه وأرشفته رقميا وإطلاع العالم والجمهور والمستفيدين والباحثين على التاريخ الوطني الفلسطيني. أهمية هذا المشروع أنه يأتي في ظل الحرب والعدوان المستمر الصهيوني على الرواية الفلسطينية، على الذاكرة الفلسطينية، على الوجود الفلسطيني، ومنذ بداية الاحتلال، منذ النكبة حتى الآن، حتى حرب غزة، ما زالت حكومة الاحتلال تدمر الموروث الثقافي الفلسطيني، المعالم التاريخية الفلسطينية، تدمر كل ما يتعلق بالوجود الفلسطيني التاريخي على أرض فلسطين. سرقت الكثير من المخطوطات ومن الأرشيفات ومن الوثائق ومن الكتب في حرب 48، في حرب 67، والآن في هذه الحرب الدموية على قطاع غزة دمرت أكثر من 200 موقع تاريخي وأثري، من مسارح، من مكتبات عامة، من جامعات، من متاحف، من أسواق شعبية، كل ما يتعلق بتاريخ غزة العريق. وهذه سياسة صهيونية ممنهجة لشطب التاريخ الفلسطيني، لشطب الرواية والسردية الوطنية الفلسطينية. ومن هنا تأتي أهمية هذه المكتبة في الحفاظ على هذا التاريخ، على هذا التراث الوطني الفلسطيني. إن شاء الله ستنطلق عمل المكتبة في وقت قريب بعد أن قمنا بترميم المكان الذي أصدره، الذي تبرع به السيد الرئيس وهو قصر الضيافة سابقا، وليتحول إلى مكتبة وطنية. نحن في نهاية عملية الترميم، وبدأنا بإعداد كل اللوائح والأجهزة والكوادر التي ستعمل في مشروع المكتبة الوطنية، لننطلق إن شاء الله في عملنا وبمقاييس دولية ومعايير عالمية تحافظ من خلالها على تاريخنا، على ثقافتنا، على فكرنا، على هذه الكنوز الثقافية التي تعرض للتدمير والسرقة والنهب والطمس والمحو
على يد الاحتلال الصهيوني. عمل المكتبة وعمل كبير، هذا مشروع قومي، مشروع سيادي، مشروع يتعلق بالأجيال الفلسطينية، يتعلق بالحفاظ على حياتنا وعلى تاريخنا ونقل المعرفة، نقل هذا المنتوج الثقافي الفلسطيني العريق والكبير جدا، نقله إلى العالم، إلى كل أجيالنا الفلسطينية. المكتبة الوطنية ستكون من خلال ما تجمع من مخطوطات ومصنفات وكتب وكل ما يتعلق بالتاريخ الفلسطيني، يكون مفتوحا أمام الجمهور، أمام الباحثين، أمام المختصين، وأيضا ستكون هي تستقبل كل ما يتم إنتاجه وكتابته، إنتاجه سواء فني أو كتابي أو مسموع، كل ما يتعلق بالثقافة الفلسطينية وكل ما يتعلق بالإبداع الفني، ستستقبل هذه المصنفات وهذه الكتب وهذه النتاجات، ستستقبلها وتودع وفق نظام خاص في المكتبة الوطنية الفلسطينية. طبعا ومن خلال زميلنا خميس تعرفنا أكثر عن أهمية يمكن الكتب بشكل كتير كبير، وإحنا بنعرف الكتب والمكتبات، ويمكن حكت شافكي عن مكتبة الإسكندرية، وأنا حقيقة يمكن من المكتبات اللي أثرت فيه في الجامعة، لأنه المكتبة كانت كبيرة وواسعة، وكان على وقتنا إحنا لازم نعمل أبحاث ولازم نعمل يمكن دراسات ومصادر، وأنا أميل إلى الكتب التقليدية الورقية، ففعلا يمكن هاي هلأ رجعتي لي شوي بالذاكرة. وإحنا بنقول دائما المكتبات هي بتنقل المعرفة من جيل إلى جيل، هناك المكتبات الوطنية، هناك المكتبات العامة، هناك المكتبات الموجودة في المدارس، وكل هذه المكتبات هي في الحقيقة هدفها واحد، وهو نقل المعرفة. وإحنا شهدنا أكيد يمكن معرض القاهرة الدولي للكتاب في الأيام الماضية، وتحدثنا عنه في حلقات سابقة، وهذا دليل على أهمية المكتبات لمصر وأيضا للدول العربية. اليوم يمكن راح يكون معنا اليوم إحنا في ضيافة الأردن اليوم من الأردن ضيفنا حتى يحدثنا أكثر عن المكتبة الوطنية في الأردن، راح يكون معنا الدكتور نضال أحمد العياصرة، وهو مدير عام المكتبة الوطنية في الأردن، ولكن بعد الفاصل.